رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشرت صوره لعلي معلول بعد مباراه وادي دجله وكتبت: نصر مباراه اليوم هو لاعبنا علي معلول استمر. كمان احتفلت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر بعيد ميلاد جونيور اجاي اللي تم 23 سنه، وكتبت: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا جونيور اجاي، نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. كمان نشر عمرو السلية صورة على الانستجرام وكشف عن سر طريقة احتفاله بهدفه في مرمى وادي دجلة، وكتب: عيد زواج سعيد، 3 سنوات من الحب، واحنا كمان بنقول له كل سنة وانت طيب ودايما كده متألق. نشر كمان صلاح محسن لاعب النادي الاهلي صوره على الانستغرام وكتب: الحمد لله يا رب على المكسب واللي جاي احسن ان شاء الله. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال في النادي الاهلي نشر صوره على الانستغرام وعلق: الحمد لله على المكسب. شريف عبد الفضيل لاعب الاهلي السابق على تويتر كتب: اداء الاهلي في تحسن ملحوظ، وبصمات مستر لاسارتي بدات تظهر على الفريق مع عوده الاصابات وانسجام الصفقات الجديده للنادي الاهلي، لن يرحم احد. نشر كمان امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي صوره اعلان لتيشيرت النادي الاهلي الجديد على الانستغرام وكتب: معا ننهض. كمان فريدة عطمان بطلة السباحة المصرية نشرت صورة لنور الشربيني على تويتر وعلي فرج نجوم مصر في الاسكواش، وكتبت: مبروك لنور الشربيني وعلي فرج فوزهم في بطولة جي بي مورجان، انتوا فعلا فخر مصر وبتشرفونا دايما. عالميا نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صورة على تويتر وهو بيحيي الجماهير في مباراة فريقه قصاد باشاك شهير في الدوري التركي، كتب: شكرا ليكم على دعمكم. كمان الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي على تويتر نشر صورة للاعب الفريق والمنتخب الياباني تسوكاسا، وكتب: نهنئ الدوري الياباني تسوكاسا بفوز منتخب بلاده وتأهلهم لنهائي بطولة كاس أسيا الإمارات 2019. نشر كمان تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي دي صورة على الانستغرام أثناء أداء بعض التدريبات التأهلية عشان يتعافوا من الإصابة مع اللاعب الشاب ريان برويستر، وكتب: الأوقات الصعبة تكون دائما أسهل عند مشاركتها مع الناس الطيبين، لم يتبقى وقت طويل. كمان ألفارو موراتا نشر صورة على تويتر بعد ما تنقل معار من تشيلسي الإنجليزي لأتلتيكو مدريد الأسباني، ووجه رسالة شكر ووداع لجمهور لندن وكتب: شكرا لكم وداعا واتمنى لكم حظ سعيد. نشرت الصفحة الرسمية برضو لنادي أتلتيكو مدريد على تويتر صورة لموراتا وعلقت: مرحبا بك موراتا، تم الاتفاق مع تشيلسي لإعارة اللاعب ألفارو موراتا للأتلتي لما تبقى من الموسم وموسم إضافي. أخيرا نشر سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على حسابه على تويتر مع الحارس المخضرم بوفون واللي احتفل بعيد ميلاده امبارح، وكتب: عيد ميلاد سعيد لأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم. مشاهدينا نطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع، وكده نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق.